عاجل جبهة تحرير تيجراي يسيطرون على مدينة تاريخية كبرى في إثيوبيا ورعب أبي أحمد. وبالأرقام خبير يفجر مفاجأة حول سبب تصريحات الرئيس السيسي عن رفع سعر الخبز في مصر. وعاجل تفاصيل جديدة في قضية القبض على حسن شاكوش في الساحل الشمالي. وتصريح صادم من وزير دفاع الكيان الصهيوني على الاستعداد لمهاجمة إيران. في البداية قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار عاوزين نصلي على الحبيب محمد جمعة مباركة على حضراتكم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 3000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وبالارقام خبير يكشف سبب تصريحات الرئيس السيسي حول رفع سعر الخبز في مصر. كشف مستشار وزير التموين المصري الاسبق نادر نور الدين سبب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رفع سعر الخبز المدعم. وقال نادر نور الدين إن وزارة التموين المصرية قامت بتنقية بطاقات المستحقين لدعم الخبز وأيضا لدعم السلع التموينية خلال الثلاث سنوات الماضية، وتأكدت أن الفقراء فقط هم من يحصلون على الدعم. أوضح أن دعم الخبز وصل ل 42 مليار جنيه لعدد 70 مليون مواطن، وبعد التنقية وصل دعم السلع التموينية إلى 42 مليار أخرى ولكن لعدد 50 مليون مواطن، وهذا حسابيا يعاني من أخطاء، حيث يبلغ دعم الرغيف طبقا لبيانات وزارة التموين أكثر من 50 قرشا، والمواطن يصرف 5 أرغفة يوميا أي 2.5 جنيه دعما يوميا، ويكون في الشهر 30 يوم يساوي 75 جنيه، فكيف يتساوى حجم دعم الرغيف الكلي مع دعم السلع التموينية البالغ 50 جنيه للفرد شهريا لعدد 50 مليون مواطن. وتابع بما يوضح أن عدد المستفيدين بدعم الخبز قد تم خفضه ل 50 مليون مستفيد فقط وليس 70 مليون مواطن كما تدعي وزارة التموين، يعني أن الفقراء أصبحوا مستهدفين بهذه الزيادة رغم أن دعم السلع الغذائية علميا هو آخر ما يتم رفعه من الدعم، وبالتالي فبعد تمام رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات فقد جاء دور دعم الخبز، والذي عادة ما يكون في العالم بما لا يتجاوز 50% من السعر الحر للخبز، وبالتالي قد يتم رفع سعر الرغيف المدعم ل 25 قرشا طبقا للقواعد العالمية، ولكن تماشيا مع نسبة الفقر في الصعيد والريف والعشوائيات التي تصل ل 50%، وهي النسبة الحقيقية حاليا للمستفيدين من الدعم بحجم 50 مليون مواطن من إجمالي 104 ملايين مواطن عدد سكان مصر. وأشار إلى أن السعر الجديد قد يكون أغلى من أن تتحمله طبقة الفقراء، وينبغي التروي فيه والتعامل معه بحكمة. حابب أقول لحضراتكم يعني رأيكم، ويعني زي ما تقولوا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو القائمين على هذا الأمر، يعني أتمنى عمل إحصائيات وجدولة للناس المستحقين فعلا والناس الغير مستحقين. يعني مثلا واحد معاه عربية موديل العربية فوق مثلا الـ 2015، فده أعتقد أنه لا يستحق الدعم، هذا يعني شخص ليس فقير أو لا يعاني من الفقر. أو لو زود 10 جنيه على سعر الخبز في الأسبوع مثلا مش هيأثر معاه، ولكن يعني في ناس محتاجة فعلا، في ناس يعني قبضها حتى الآن 600 جنيه، فيعني هذا الرجل بيكون معاه فرق العيش مهم جدا انه يعني يتشال عنه الدعم. فأتمنى يعني النظر لهذه المسألة، فيجب يعني العمل على دراسة الناس المستحقة ودراسة الناس الغير مستحقة. يبقى عندنا قاعدة بيانات، يبقى عندنا قاعدة بيانات نقدر من خلالها يعني ندي المحتاج فعلا للدعم، واللي مش محتاج دعم يعني المفروض انه خلاص يعني ليس شخص فقير او لا يحتاج الدعم. او يعني احنا من هذه الرسالة او من هذه الصفحة حابين نقول
احنا لازم يكون عندنا قاعدة بيانات نكون عارفين مين المستحق ومين الغير مستحق. هذه وجهة نظري، يعني قد تختلف معها او تتفق، اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل جبهة تحرير تجراي يسيطرون على مدينة تاريخية في اثيوبيا. افادت وكالة رويترز بان قوات المتمردة من اقليم تجري في اثيوبيا احكمت سيطرتها على مدينة عريقة في ولاية امهرة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ونقلت رويترز عن شاهدي عيان تأكيدهما أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي دخلت مدينة لاليبيليا المعروفة بكنائسها المنحوتة في قطع من الصخور، والتي تمثل مكانا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذكس في البلاد. وقال أحد سكان لالبيلا في مداخلة هاتفية مع الوكالة إنه شاهد في المدينة مئات من العناصر المسلحة يتحدثون لغة تجري وليس اللغة الأمهرية التي يتقنها أبناء لاليبيلا، ولديهم زي عسكري مختلف عما لدى أفراد القوات الحكومية. وأشار رجل آخر من سكان لاليبيلا في مداخلة لرويترز إلى أنه فر من المدينة مع نحو 200 شخص آخر بالتزامن مع وصول قوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي إليها. ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن عن سيطرة متمردي تجراي على لاليبيلا. تمكنت قوات الجبهة الشعبية في يونيو الماضي من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تجري مدينة مقلي، ما وجه ضربة موجعة لأبي أحمد والحكومة الإثيوبية التي أجرت في نوفمبر الماضي حملة عسكرية في الإقليم. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تفاصيل جديدة في قضية القبض على حسن شاكوش في الساحل الشمالي. أثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش الجدل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد انتشار أخبار القبض عليه في الساحل لقيادة سيارة بدون لوحات معدنية. شارك شاكوش متابعيه على انستجرام بفيديو لايف في إحدى الحفلات بمدينة العلمين التي كان يغني فيها أغنيته الشهيرة سلكة، التي قدمها منذ عدة شهور، ثم قام بحذف الفيديو على الفور. وكان الفنان المصري قد كشف أنه تم توقيف سيارته بالساحل الشمالي لعدم وجود لوحات معدنية بها ولا رخص، مؤكدا أنه حين تم ضبط السيارة لم يكن هو من يقودها. وأشار شاكوش في تصريح لبوابة أخبار اليوم إلى أنه لم يتمكن من ترخيص السيارة خلال إجازات العيد. وبعدها توجه للساحل الشمالي للقيام بأكثر من حفل غنائي وانشغل عن ترخيص سيارته، وأكد أنه حاليا متواجد في النيابة لإخراج سيارته بعد أن قدم أوراق الملكية والمستندات المطلوبة. المصدر معنا كان من بوابة أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر سريع، وتصريح صادم من وزير الدفاع كان الصهيوني على الاستعداد لمهاجمة إيران. وزير الدفاع كان الصهيوني أعلن عن استعداد الدولة الصهيونية لشن هجوم عسكري على إيران، وصفا إياها بأنها مشكلة عالمية. وقال في حوار مع شبكة واي نت الإخبارية إجابا على سؤال عما إذا كان كيان الصهيوني مستعدا لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفي بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية. وقال إن إيران دون أدنى شك تحاول تحدي الكيان الصهيوني على عدة أصعدة، ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن. المصدر معانا كان من واي نت، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل إحنا شايفين في حرب قادمة بين الكيان الصهيوني وإيران؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جمعة مباركة على حضراتكم، أتمنى ما أكونش طولت على حضراتكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وأجيب لكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. كان معكم إسلام الأمير، ويعني مسؤول على المونتاج أبانوب خلفاوي، تحية كبيرة لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.